بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الناصيات تكذب. اكتشف العلماء حديثا أن المنطقة المسؤولة عن الكذب ومقدمة الدماغ، أي أن الناصيات، واكتشفوا أيضا أن منطقة الناصيات تنشط بشكل كبير أثناء الخطأ، ولذلك فقد خلصوا إلى حقيقة علمية تؤكد أن عمليات الكذب والخطأ تتم في أعلى مقدمة الدماغ في منطقة اسمها الناصيات. والعجيب أن القرآن الكريم تحدث عن وظيفة هذه الناصيات قبل قرون طويلة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ناصية كاذبة خاطئة، سورة العلق آية 16. فوصف الناصيات بالكذب والخطأ، هذا ما يراه العلماء اليوم بأجهزة المسح المقناطيسي. سبحان الله، والله أعلم.